احكي فيه على الاحوال العاطفيه وكذلك حتى العامه، بس رح ركز اكثر على الوضع العاطفي اللي برج الحمل. اوكي، بدي اقول ونوه هلا شغله على انه هذه القراءه تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، في امكانيه انه تكون قراءه عكسيه وخاصه للعلاقات العاطفيه. رح اتحدث كذلك حتى عن العزاب لبرج الحمل. اوكي، رح نشوف شو بخبئ لهم شهر جون. اوكي، بداية يا برج الحمل، عم شوف طاقتك كأنه انت عم شوف عندك رغبة ملحة انه تبتعد عن كل شي عم يسبب لك ألم. عم شوفك في حديث مع النفس، عم تتكلم مع حالك، عم تحاول انه تلاقي طريقك بالحياة. عم شوفك كأنه تتجه أو تبحث عن طريقك بالحياة. عم شوفك مبتعد عن كل الأمور التي عم تجيب لك ألم، سواء كانت علاقة، سواء كان عمل، سواء أي شيء. ممكن وارد جدا أنه يكون حب أو علاقة حب. عم شوفك عم تبتعد وعم شوفك عم تعيد حساباتك يا برج الحمل. أوكي، بالنسبة لطاقة الشريك، فأنا عم شوفه لهذا الشخص ممكن انت تتعامل مع ابراج نارية او مائية او ترابية، وارد جدا ان تكون تتعامل مع برج العذراء. عم شوفه للشريك، هذا الانسان كتير محبوب، حسه شخص محبوب كتير، شخص حاسس انه بحب حاله، بشوف حاله كتير، ممكن شايف حاله حتى. اوكي، عم شوفه مبتعد عنك. اوكي، عم شوفه ياخذ خطوة لورا او مبتعد عنك، في فراق، في خصامات، في ابتعاد. اوكي، كأنه حسم القرار انه تبتعدوا عن بعض. ممكن تكلمتوا انتوا يا برج الحمل انت والشريك على انه تاخذوا قرار ترجعوا لورا او تبتعدوا عن بعض. اوكي، في قرار اخذ بشأن العلاقة. عم شوفك حتى انه انت بارم ظهرك تجاه هذا الانسان، عم شوفك عم تتظاهر بطاقة الكوين اوف سوردز، كانوا مقفل كل الابواب ما عم تفتحها لهذا الانسان. اوكي، عم شوفك تاخد طاقة الانسان كأنه اخذتوا قرار انت والحبيب انه ما تحكوا مع بعض، وكأنه حسمتوا قراركم. اوكي، عم شوف كذلك حتى هو مصدوم جدا، مصدومة انه ابتعد عنك، انه افترقته. اوكي، ممكن في غرور بالعلاقة شوي، وكل واحد عنده كبرياء كتير عالي، لهيك انتو ما عملتوا خطوة انه ترجعوا لبعض. في نوع من الايجو الكتير عالي، وعم شوف على انه هذا الانسان يفتقدك يا برج الحمل. اوكي، كتير مصدوم انه ابتعد عنك. حتى انت لا انكر انه عم تقاوم، انه بتكابر يا برج الحمل عشان تنسى هذا الانسان، وعم تعمل يعني مجهود كتير اضافي عشان تحس بسلام داخلي. ممكن لهيك انا عم شوفك عم تبتعد وعم تاخد عزلة مع نفسك، عم تعيد قراراتك كتير، يعني كأنه بتقاوم هذا الاحاسيس اللي عم تجيك ببالك. ممكن عزة نفسك وكبريائك كتير عالي ما بيخليك انه تضل مع هذا الانسان، او ممكن جرحك، قال لك كلام ما عم، كأنه حسيت حالك انت انهانت كرامتك. اوكي، لهيك انت اتخذت قرار انه تبتعد عن هذا الانسان. اوكي، بالنسبة ل عم شوف بالنسبة للشريك عنده رغبة ملحة صراحة انه يرجع يعني هذه العلاقة الى ما كانت اليه، عنده هيك رغبة داخلية حتى لو لم يحكيها لك او لم يبدي هذه الاشياء لك. اوكي، هو عنده رغبة داخلية انه العلاقة تستمر ويكون في صلحة، بس بالنسبة لك عم شوفك حتى عندك مشاكل بالعائلة عم تخليك تخليك حتى عندك عائق انه تستمر بالعلاقة. عندك مشاكل عائلية او هذه العلاقة سببت لك مشاكل عائلية خلتك انه تراجع كتير اشياء. ممكن انت تتعامل مع برج الاسد او تتعامل مع برج الثور. عم شوف برج السرطان، الحوت،
نشوف كذلك برج ال برج العذراء. اوكي صراحة في كبرياء كتير عالي، في كتير كبرياء، وهيك عم يعني هذه الورقة تأتي لتأكيد هذا الأمور، يعني كأنه في كبرياء عالي بالنسبة لك وبالنسبة للشريك كذلك. عم شوفك بالوقت الحالي أنت موجوع جدا، موجوع جدا هذه العلاقة ومن الشريك كذلك. ممكن تحس أنه العلاقة يعني وصلت لمرحلة لا يمكنها الرجوع، أو يعني صياغة العلاقة من جديد. عم تحسوا أن العلاقة وصلت لمرحلة لا يمكن التطور فيها. أوكي بالنسبة له هو يرغب، عنده رغبة شديدة أنه تكون في رجعة، أنه يكون في صلح، لأنه عم شوفه عنده باب يعني كأنه فاتح قلبه أو فاتح إيده لا يمسك الكاس، كاس الحب. أوكي بس أنت بالعكس، أنت حاسس بخسارة داخلية وفي ألم داخلي، ما فيك تقاوم هذا الألم. أوكي صراحة، والعلاقة كما تظهر على أنه في كبرياء كتير عالي، في حنين لبعض، عم تحنوا لبعض، أنت عم شوفك متألم أكثر من الشريك الآخر، كأنه كبريائك تحطم. وبرج الحمل عنده كبرياء كتير عالي، هو برج الأسد كتير كبرياء عالي، وما بي كأنه بيحس حاله انخدش داخليا. بالنسبة صراحة للخطوة القادمة، ما عم نشوف خطوة، عم نشوف أن الأوضاع رح تضل هيك جافة بيناتكم، رح تضل في قطيعة، رح تضل في ابتعاد عن بعض، وكل واحد رح يذهب لطريق الابتعاد. أوكي بس في يعني أنا عم شوف في كسرة قلب كتير كبيرة، لأنه عم تظهر في كسرة قلب وفي وجع، في بالوقت الحالي ما عم تظهر لي حتى مستقبلا العلاقة عندها تطور، لأنه في كبرياء كتير عالي. وكمان عم شوف على أنه الورق ينصحك الاتجاه إلى التأمل، إلى البحث عن الذات. أوكي إذا كانت هذه العلاقة تجرحك أو تعطيك أشياء سلبية ما عم تخليك تتطور، حاول إنه تبحث عن أشياء أخرى ترتقي بها روحيا. أوكي الصلاة، البحث عن النفس، الكتب، تقرأ كتب علم نفس، إنه تطور من حالك، هذه الأشياء عم تساعد الإنسان إنه يتطور روحيا. بس إذا العلاقة عم تعمل لك كأنه أنت عم تهوي بك إلى ظلمات نفس عميقة، أو إنه عم تفكر بشيء من السلبية، لا، لهيك عم أقول لك إنه حاول إنه تكون أوبتيمستيك أو متفائل بالحياة، إنه لازم تكون بوزيتيف، ما تخلي شيء سلبي يعكر صفو حياتك أو ذهنك، أو تخليك أنت عم تفكر بسلبية. حاول إنه تاخذ الأمور بسلاسة، حتى لو ما كان هذا الإنسان هو المناسب لإلك، حاول تطلع على الأشياء الإيجابية بالحياة، حاول تكون إيجابي. والعلاقة يعني اكتسبت منها خبرات، يعني هذه الخبرات راح تساعدك من يعني بالمستقبل بعلاقاتك بكتير أشياء. أوكي بالنسبة للوضع العام أو الوضع، عم شوف على أنه في شيء جديد رح يكون بجانبك، أو الحظ رح يكون بجانبك، شيء يتعلق ب ممكن إذا عندك رغبة إنه في أطفال أو في إنجاب، ممكن يكون في إنجاب. أوكي عم شوفك بهذا الشهر عم تعطي صدقات للناس، عم شوفك تهتم بالجانب الروحي أكثر، عم شوف كذلك حتى عندك اهتمامات كتير، يعني كأنه عم تعمل توازنات بالحياة، عم تتجه نحو العمل، وكذلك عم تتجه نحو الجانب الروحي والصداقات والاهتمام بالآخرين. أوكي بس عم شوف في باب رح يفتح أمامك، هذا الباب ممكن يكون إذا يعني كنت تبحث عن طفل، أو عم شوف على أنه في ممكن في possibility أو في احتمالية انه تكون حامل للمرأة، هيدي اكيد، واذا كنت رجل يعني ممكن زوجتك تحمل. اوكي ما عم شوف كذلك على انه عم شوفك تتجه للعزلة، عم شوفك تتجه للعمل، بس العمل بعزلة، ما عم شوفك عم تخالط الناس، عم شوفك محدد كأنه حددت او اعد تحديد
كتير أهداف الحياة، كأنه عم ترسم أهداف جديدة بالحياة. هذه الوقفة مع النفس اللي أنت عم تمر فيها بشهر جون عم تخليك عم ترتب أهدافك، عم ترتب أولوياتك، عم تاخذ الأمور بشكل آخر. أوكي، عم شوفك عم تشتغل، عم تهتم بالشغل وتحقيق مرادك يا برج الحمل. عم شوف كما يعني ممكن بهذا الوقت عم شوف أبواب تفتح. إذا كنت عم تبحث عن عمل، وخاصة الناس اللي عم تشتغل اللي بدها عمل، يعني مثلا ممرضين، أطباء، بكل ما يتعلق بالنيوتشرين أو بالمساعدات الناس الآخرين، فعم شوف إنه هذه الأبواب ستفتح أمامك. ممكن كذلك على إنه ستفتح كتير أبواب خير، وخاصة إذا كنت بالفترة السابقة في مشقات وفي عناء كتير كبير، فأنا عم شوف الأمور رح تتحلحل. إذا كان عندك ركود بالعمل، عم شوف الأمور بالعمل عم تتحلحل كذلك. عم شوف في رغبة إنه تحقق أهدافك وأحلامك الدفينة. عم شوف في مدخول مادي جديد رح يأتي إليك يا برج الحمل. أوكي، لهيك بيقول لك stay optimistic، يعني ضل إيجابي، إنه الأوضاع ستتغير، الحظ رح يكون بجانبك، وفي أبواب، يعني عم شوف في أبواب جديدة رح تفتح. إذا أنت بتشتغل بموضوع معين، فممكن تغير وجهة نظرك، أو ممكن أبواب رزق جديدة تفتح أمامك، بس ممكن أنت لازم تعمل الخطوة. أوكي، ممكن في صدقة أنت عملتها يا برج الحمل، ستقف أمام أهدافك، ستقف لمساعدتك في تحقيق أحلامك، كأنه الكارما رح تجازيك على هذا الهدف أو على هذا الخير الذي عملته بتحقيق أهدافك. أوكي، عم شوف على أنه الوقت الحالي أو جون يخدم تطلعاتك العملية تطلعاتك الروحية أكثر من العلاقات. ما عم شوف العلاقات راكزة معك، بس يعني الحمد لله في طاقة جميلة جدا بما يتعلق بالأوضاع العملية. بالنسبة لطاقة العزاب، عم شوف في شخص من الماضي رح يرجع يحكي معك، رح يحاول انه يجدد العلاقة ويجدد او يبدأ بداية جديدة معك. عم شوف انه بيظهر بطاقة الدفول او بالذا لوفرز كذلك، يعني ممكن يكون من برج الجوزاء او من برج الثور. عم شوفه عم يبلش حكي معك بهذا الوقت، وعم يريد يعني ابداء او يريد صلحة او بداية جديدة معك. اوكي، بس عم شوف انه انت يعني متخوف جدا من العلاقة، ما عم شوفك عم تغامر كتير، عم كأنه انت متخوف ومسكر الابواب. عم شوفك كذلك على انه انت فكرك مشوش، او اذا عندك خلفيات، او اذا كان عندك تخوف، او كانت عندك اكسبيرينس منا حلوة من الماضي مع هذا الإنسان، فأنت متخوف أنه تبدأ بداية جديدة معه. وعم شوفك بتراجع أولوياتك، يعني متخوف جدا. ممكن إذا حتى في رجعة مع بعض، وأنه في صلحة ورح تفتح له باب الصلحة، فأنا عم شوفك هذا يعني هذه العودة رح تاخذ وقت. أوكي، ممكن رح تدرس العلاقة، أو رح تدرس هذا الشخص، تدرس نيته كتير. أوكي، صراحة عم شوف في رغبة إنه هو يكون معك، عم شوفه بيقدم كأس الحب، عم شوفه حتى هو تغير. أوكي، كأنه مر من مرحلة، حاول يراجع أولوياته كذلك، حتى هو لأنه هو مر من مرحلة الديث أو الموت، الموت الفعلي، مش الموت الفعلي بس، هو موت مجازي، يعني انتهاء شيء وبداية شيء. الإنسان هذا مات في شيء واكتشف أشياء أخرى، كأنه بدأ عنده وعي خاص. أوكي، ممكن هذا الإنسان اكتشف إنه أنت الشخص المناسب، أو اكتشف فيك أشياء ما كان عم يشوفها قبلا، وتعرف عليها واكتشفها وراجع نفسه، وعم يشوف عم يشوفه عم يعني عم يتقدم لإلك، عم يطلب السماح، عم يطلب يعني عم يطلب رجعة. أوكي، هيدا كل شيء صراحة عم يطلع لك يا برج الحمل. بتمنى
أتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.